القراءة كيف شتيها فكانت تكتيكية يعني بواحد 100%. كيف كتعرف فريق النادي القنيطري دخل يعني في الدقائق الأولى درنا واحد البريسين هو حنا دخلنا على أساس أننا عرفنا المستوى ديال اللاعبين اللي عندهم وعرفنا الطريقة باش كيلعبوا النادي القنيطري فتعطينا التعليمات للاعبين ديالنا على أننا نديروا البلوك ميديان ديالنا ونتسناو نشوف لي كونتر ديالنا نشوف لاطاك رابيد. الحمد لله داك الشيء اللي كان تحت لينا أننا نسجلوا هدفين في الشوط الأول وكان تحت لينا فرصة ثالثة بأننا نسجلوا الهدف الثالث كيف شتي الكره هي هذه. ولكن الشوط الثاني دخلنا عازمين اننا نبقاو غاديين بنفس الطريقه اللي بدينا بها الشوط الاول. الخصم دار عده يعني تغييرات حنا كذلك درنا تغييرات على اننا نعزوا وسط الميدان ديالنا ونبقاو غاديين بنفس الطريقه اللي بدينا بها في الشوط الاول. نزلنا شويه لو بلوك لبا وبدينا كنخدموا بلي كونت فكيفاش تيجاونا جوج اوكازيون باش نسجلوا ما تحتاش لينا سجلوا نادي القنيطري استطاعوا بان يسجلوا الهدف الاول نظن في الدقيقه 80 ما حكيناش يدينا بقينا غاديين بنفس النهج. والحمد لله كنشكر اولا اللاعبين ديالي اللي قدموا واحد المقابله صراحه في المستوى الكبير كانت قتاليه كان واحد التشويق في المقابله كيف شتي حتى اللاعبين ديالنا ملي كيشدوها كيفاش كيكونسيرفو لا بال كيفاش كيحطوها كيفاش كيهرسوا داك لو ريتم ديال الخصم فالحمد لله 3 بوا هي اللي مهمه في هذه المقابله ان شاء الله. كما كتعرف ان باش تلعب قدام جمهور ديال النادي القنيطري فهو كيشكل واحد الضغط كبير على الخصم. لا بالعكس بالعكس انا في 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 السبيتش ديالي في 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 غرفه الملابس فالجمهور كيكون حافز ليك لان لعبنا حتى السنه اللي فاتت ولا هذه السنه هذه لعبنا ضد فريق بحال سريع وتزم اللي حتى هو عنده واحد قاعده جماهيريه هي لا يستهان بها. بالعكس ملي كيكون الجمهور كتكون واحد المباراه يعني بواحد النوع اخر كتكون فيها التشويق كيكون فيها كل شيء. ملي كيكون ما كاينش الجمهور انت اصلا ما كتكونش داك الحماس اللي غيكون عندك ما تيكونش ولكن الجمهور تيعطيك واحد الحماس زايد باش تاخذ ثلاث نقاط هنا في قريطره فماشي بالسهل خصوصا ضد فريق النادي القنيطري واللي كيطلع على السنه بانه يصعد القسم الوطني الاول فصراحه الكره كانت نشوه في الكره كانت شنا مقابله جيده كانت الكره كانت استحواذ كان كل شيء يعني داك الشيء اللي خصنا نشوفه في كره القدم شناه اليوم. ما نكذبش عليك حنا غادي نمشيو مقابله باش نقول لك غادي خططنا اننا نصعدوا القسم الوطني الاول غادي نكذب عليك حنا دابا غادي مقابله ولما لا الى تحتلنا ان شاء الله السعود فمن الخير ان شاء الله.